نلجأ إذن إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، البعض يعتبرها موت بطيء كروياً. مبابي سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى، لاعب ربما نقول أعصابه بالحديد. تسديدة قوية وجميلة، تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لأنه مستحيل التصدي لها. الآن اللاعب المختص، لكن بالتأكيد عليه ضغط. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بدأ لأنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة، لكنه تمكن من التسجيل. لعبها بشكل رائع، ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. ثم اللاعب الثاني، يا إلهي، الحارس بقي في مكانه بدون أن يتحرك. يتقدم المسدد الثالث، يتصدى حارس المرمى للركلة، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل الزملاء يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. ثالث منفذي الركلات، يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، رابع لاعب في ترتيب المسددين. الكرة في الشباك في منتصف المرمى، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح، ينقذها الحارس. يا سلام، تألق الحارس في إنقاذ الكرة. خامس لاعب من أجل تنفيذ الركلة، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها، ويتنفس زملاء الصعداء. يأتي عليه الدور الآن في المركز السادس للتسديد. ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. الجزائر يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن، وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. يأتي دور الآن بعد تسديد 6 لاعبين. تصدي رائع، تصدي غير عادي من حارس المرمى. مباراة كبيرة لهذا الحارس. هذه قد تكون ركلة الحسم. فيه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. وصلنا إلى المسدد الثامن، يضعها على يمين الحارس. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. المسدد التاسع يتقدم، ركلة ترجيحية غير عادية، لا يمكن لأي حارس صدها. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لأنه مستحيل التصدي لها. الجزائر يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن، وسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. الآن جاء دور اللاعب العاشر، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة،
الجزائر يحاول يبقى على حظوظ قائمة الآن. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. وصل الدور الآن لآخر لاعب، الركلة الحادية عشرة واللاعب الحادي عشر. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الجزائر يحاول يبقى على حظوظ قائمة الآن. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. مبابي يحاول حفاظ على تركيزه الآن من أجل التسديد. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. ديمبلي يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية. تردد الحارس في اتخاذ القرار. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. أنتوني غريزمان يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. هذه ربما تكون كرة الفوز. الآن قد يكتب التاريخ بأقدام بونجاح. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. والآن الدور على أوليفي جيرو. يلعبها لكنها ضاعت. كانت على بعد سنتيمترات بسيطة من أن تكون في المرمى، لكنها صدمت في خشبات المرمى. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. الجزائر فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة. على الرغم من صعوبة المباراة نجح الفريق في الانتصار في النهاية.